L'harcèlement dans le milieu scolaire, il agit sur l'estime de soi, la tiqa fi nnefs. كان ترول كان سوا كيبداو يضحكوا عليا سوا كنبرك في بلاصتي كيجي غير باش نوضني منها ملي كيكونوا التلامذ تنمر عليهم شي واحد كتكون ضحيه كتبقى ساكته ما كتبقاش تتكلم تعلمنا بزاف ديال الطرق اللي خلاتنا نعالجوا هاد الحالات مؤخرا يعني موضوع الساعه هو لارسيلمون في لو ميليو سكولير لما لديه من عواقب نفسيه على الطفل لماذا لانه الطفل كيف كتعرفوا هو فتره نمو الشخصيه كتعرف كتكتسب الكفاءات ديالها سور لو بلان جينيتيك ولا سور لو بلان انفيرونمون اذا في هذيك الفتره ديال الطفوله والمراهقه بزاف الاشياء اللي كتصيب الشخصيه ديال الشخص في لو هارسيلمون مورال او ميليو سكولير في المدارس كيطيح من قيمه ديال الطفل كي ايلاجي سور ليستيم دو سوا الثقه في النفس وخاصنا نعرفوا ان الثقه في النفس او ليستيم دو سوا هي لو نويو ديال الشخصيه الى طاح كاع الكفاءات ديال الطفل الدراسيه من بعد المهنيه او العلاقات ديالو كتاثر سلبيا ولا الثقه في النفس كانت طالعه ما كيكونوش هاد لي سكون ابل لي فاي هاد المشاكل في الشخصيه ديال الطفل او المراهق من الجانب ديال الوقايه انه نمشيو للجذر ديال المشكل يعني فين كيكون هاد لارسيلمون مورال نعطي بعض الامثله كاين بعض الاساتذه يعني اللي كيكونوا معصبين او اللي ما عندهمش ديك الطريقه البيداغوجيك في التعامل مع الطفل خصنا نتفاداوها يعني ما يكونش استاذ معصب ويبرد الضيض في الطفل لا هذا الشيء ما خصوش يكون حتى العنف او العقاب نقول العقاب عنده طقوس ديالو ما خصوش يكون عقاب يعني مؤثر على شخصيه الطفل وخصنا نعرفوا ان العقاب اللي خصو يكون لابد منه ولكن عنده طقوس ثانيا نتفاداو كيف ما قلنا دائما الانترنت والارسيلمون في التليفون لانه التليفون فهو وسيله اللي خصها تكون ايجابيه للطفل والمراهق ما خصهاش تكون سلبيه ما خصناش نكثروها عند الطفل تكون مقننه وفي يعني في هاد الاواخر ما يمكنش نحيدوا التليفون للاطفال المراهقين او للبيسي او للاورديناتور ولكن تكون واحد التقنين ووقت معين ما يفوتش بزاف ديال الوقت في النهار حالة التنمر كنعرفوها كانت دائما في إطار المدرسي أو غير المدرسي وزادت كثرت في هذه الفترة ديال التمدرس عن بعد وعن مع هذا الوباء الكورونا والدراسات الكثار اللي بينوا بان جوستومون جوج ظاهرات اللي بانت الظاهره الاولى هي التلاميذ اللي كانوا عن بعد وبغاو يرجعوا للمدارس ديالهم كانوا كيكون عندهم واحد التخوف المجموعه كنعرفوا بان لي زادوليسون كيكونوا دائما كيبغيو ينتميوا لواحد المجموعه وهذاك التخوف كيخصنا حنا كأطر كنا نسيروهم ونعاونوهم باش يمكن لهم يرجعوا المدارس ديالهم بأمان. والظاهرة الثانية هي الظاهرة ديال ملي كانوا عن بعد كانوا كيستعملوا الأدوات الإلكترونية والإنترنت بكثرة. واستعمال هذه الأدوات ممتازة علاش؟ حيت بينت بأن التلميذ كان يمكن له يكمل الدراسة ديالو عن بعد بامتياز. بالحق كيخصها تكون هاد لوتيليزاسيون تكون بامان مؤمنه الا ما هي كانتش مؤمنه كتوصل لواحد المشاكل وبعد هاد المشاكل هي التنمر داكشي علاش المؤسسه ديالنا اختارينا باش غادي نديروا واحد التكوين
باش نتجاوزوا النقطه الاولى اللي هي الخوف من المجموعه. الاساتذه ديالنا تكونوا باش يتابعوا هاد التلاميذ ويتسيروا معاهم ويحلوا مشاكلهم الشخصيه او المشاكل المدرسيه. وباش نتجاوزوا هذا النقطه الثانيه اللي هي المدرسه عن بعد ولوتيليزاسيون ديال الانترنت بكثره والتنمر، شنو درنا؟ جمعنا واحد الخاليه ديال المتطوعين ديال الاطر ديالنا باش يتابعوا ويحلوا هذا المشكل ويعرفوا كيفاش لو تريت، هذا هو لو سويفي دي زيلاب اي لو تريتمون ديالو. هذا الشيء كله علاش؟ باش نحرصوا في المؤسسه ديالنا على مناخ مدرسي هادي. Organisation de la d'intervention de la cellule anti-intimidation, on a prévu en première étape, donc avant même tous les signalements qui vont être mis en place, de travailler avec un organigramme afin de permettre aux enfants de pouvoir nous identifier. Donc c'est très très important pour nous de pouvoir se présenter en classe, faire une tournée avec un organigramme qui va être présenté avec des photos. هاد الورشه ديال التكوين خلاتنا كنكونوا واحد الفئه ديال الاساتذه والاطر التربويه ديال التربيه اللي غادي يعالجوا. هذه اول برنامج في المغرب بداتها هاد المؤسسه، والحمد لله المينيستير ديالنا ديال ليدوكاسيون ناسيونال غادي يعمو حتى هما داروا واحد البروجي بيلوت اللي غادي نعموه ان شاء الله ابتداء من سبتمبر. Mais elle reste en dernier recours si on n'a pas, si on n'a pas le choix. On est vraiment privilégié là, l'éducation, le côté éducatif. C'est, nous sommes d'abord un établissement scolaire et c'est ça ce qui nous importe, c'est aider nos enfants à apprendre, à développer des compétences de la vie. قبل هذا البرنامج كنا كنتلقاو بعض حالات التنمر اللي كان صعيب علينا باش نعالجوها. كنا كاريمون كنعالجوها بالعقوبه. من مورا هذه الدوره التكوينيه تعلمنا بزاف ديال الطرق اللي خلاتنا نعالجو هذه الحالات بطريقه تربويه ذكيه وفعاله. والحمد لله اليوم قدرنا نزيدوا وليداتنا القدام ونساعدوهم باش يتجاوزوا هاد الصعوبات. هاد الظاهره جديده، ماشي جديده لانها من ديما كانت التنمر، دابا اللي تزاد عليها هي التنمر الانترنت. اذا هذه هي الظاهره اللي بانت لنا زادت كثرت مع التمدرس على البعد. وواحد المشكل اللي تيخلق في المدرسه ما خصو العلاج غير في المدرسه، لانه ملي كيكونوا التلامذ تنمر عليهم شي واحد كتكون ضحيه، كتبقى ساكته ما كتقدش تتكلم. علاش؟ لانك تخاف اذا تكلمت كاين شنو تيديروا الكبار، تيعاقبوا، وديك العقوبه كتجي كينتقموا، داك اللي تنمروا كينتقموا. اذا لا فيكتيم لا الضحيه كتخاف ما كتبقاش تتكلم، كتقول اللهم نصبر عام عامين اللي جاب الله اللي كتقد تصبر. بعد نوبات كيمرضوا، كاين حالات صعاب ديال بسيكولوجيك اللي ما تيقدوش، بعد نوبات قياس الاخر كنوصلوا للانتحار، كاينين. اذا حنا خصنا نكونوا ناخذوا هذا المشكل بواحد الجديه. التنمر هي ظاهرة اللي تقدر تقيس أي تلميذ فينا، وعلى المدارس يحاربوا هاد الظاهرة هادي اللي تقدر تقيس أي واحد فينا، واللي كتقدر كتخلي جروح من بعد فاش كنقدروا نكبروا. وعلى المدارس يحاربوها، وانا فاش جيت لهاد المدرسه الحمد لله عاونتني باش نسورمونتي هاد
هذه ليطاب بغياب واحد المجموعه ديال 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 الاطر واحد المجموعه ديال الكفاءات اللي عندها القدره على انها تتواكب او انها تحلل هذه المشاكل هذه. فالاطفال ضحايا التنمر كانوا كيبقاو دائما في ذاك الصمت ديالهم واللي كان كيؤدي بهم لواحد المجموعه ديال المشاكل اللي كانت كتعيق لهم السير التربوي ديالهم والاندماج في الوسط المجتمعي عموما. وهذاك الشيء باش مجموعه المدارس عندنا ارتأت انها تخلق واحد الخليه اللي ضمات واحد المجموعه ديال الاطر التربويه واحد المجموعه ديال الاساتذه اللي هما في واحد التواصل مباشر ومستمر مع التلاميذ ضحايا التنمر واللي على العاتق ديالها انها تحلل وتعالج هذه المشاكل هذه وذلك عن طريق الاستماع ماشي غير للتلاميذ ضحايا التنمر فحتى المتنمرين واننا نوجدوا واحد المجموعه ديال الحلول باش اننا نعالجوا المشكل قبل ما انه يولي كيشكل خطر على 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 هاد التلاميذ وكذلك المهمه المنوطه لهذه الخليه هذه هي انها تواكب هاد التلاميذ لا المتنمرين كيف ما تنقول لا الضحايا على المدى البعيد حتى انهم يساليوا ان شاء الله التحصيل الدراسي ديالهم وانهم يندمجوا في المجتمع دونك دون مشاكل ودون خطوره. التكوين غادي يمنحنا الادوات والاليات اللازمه باش غادي نواجهوا التنمر المدرسي بدون لجوء العقوبه كحل اولي. بما اننا اطر اداريه او معلمين كنكونوا قراب من التلاميذ هادشي غادي يمنحنا الفرصه باش نحاولوا نازروهم ونكونوا لهم الدعم النفسي اللازم باش يمارسوا حقهم في الدراسه بكل اريحيه. وهادشي بمشاركه جميع المساهمين من اداره مدير مؤسسه او بسيكولوج ولا اولياء الامور اذا تطلب الامر. تعرضت في مؤسسة الاكتفاء قديم للتنمر وكانت واحد المرحلة صعبة في حياتي اللي تعذبت فيها بزاف، ولكن الحمد لله ملي بدلت المؤسسة لقيت الناس اللي نتوجه ليهم ويعاونوني والحمد لله ما عاودش وقع ليا داكشي اللي كان وقع ليا. كنت كندخل وكان سوا كيبداو يضحكوا عليا سوا كنبرك في بلاصتي كيجي غير باش ينوض لي منها ويضربني ولا يعايرني ولا ما عرفتش. و كانت كل نهار كتكون نفس الحاجة مي الحمد لله بدلت من المدرسة ودابا الحمد لله عند من الناس توجه لي ونوقع لي بحال هكا. داخل المؤسسة كيجيو مجموعة ديال الحالة ديال التلام اللي كيكونوا كيعرضوا للتنمر من بداية السنة. كاين الخلية لا سيلول، كاين اللي فيها مجموعة ديال الأساتذة، مجموعة ديال الأطر، فيها الناس ديال الحياة المدرسية وكيتبعوا التلاميذ كيتصنتوا لهم وبشويه بشويه كيديروا ان كونستا كيشوفوا واحد شنو هو المشاكل وكيحاولوا يدمجوا سيرتو التلاميذ الجداد، لان كاين المساله ديال تغيير المؤسسه لان التلميذ ما كيكونش مرتاح في المؤسسه. ولكن الحمد لله ملي كانت هذه البادره ديال الخاليه ديال التنمر فكنمشيو لقدام مزيان وحنا كنحاولوا نمشيو اون باغول مع التكوين لان الحاجيه ديال التلميذ غدا كتزداد لان الظواهر كتشوف غدا ها لي ريزو سوسيو ها هذا ستانوتي اللي خطير بزاف بالنسبه للتلاميذ. حنا اونيسي دو ميتريزي كنحاولوا هاد المسائل هذه نراقبوها بشكل كبير لان التلاميذ باش نحدوا منها باش يكون انها بالنسبه للتلاميذ مرضيه شويه وكيعرفوا يتعاملوا معها. الاباء بحالي انا واللي كنمثل بعض فيهم كانوا مشوشين وكنشوفوا بعض الحوايج كيوقعوا وما فاهمينش وما عارفينش شنو الاهتمام اللي معطيه من طرف المؤسسه. اذا هذه الخطه اللي دارت في نطاق وطني من طرف هذه المؤسسه هذه اللي حنا كنفتخروا اننا اعضاء فيها كيريح لان وليداتنا هادو وغدا ان شاء الله غادي يكونوا هما الناس اللي كيكونوا لي زادولت يعني الناس كبار بالنسبه للسن في البلاد وتيخصهم يكبروا في واحد العقليه اللي هي ديال كتسمى بالفرنسيه لا بيانفيونس يعني الناس يتعاطفوا بعضياتهم ماشي العنف ما بين الناس لا من ناحيه ديال الافكار ولا من ناحيه ديال الافكت الاحساس ولا حتى من ناحيه الجسمانيه لان كنلاحظوا بعض النوبات شي تصرفات اللي كتخلع كنقولوا هادو عندهم 12 او 13 او 14 عام كيف غادي يكون فيهم اللي غادي يزيدوا يكبروا ويزيد الجهد ديالهم. اذا هذه الخطه هذه اللي دارت حنا فرحانين بزاف بها.
ملي كنديروا بحال اللي شفنا التكوين اللي داز هذا الصباح كتكون واحد الفئه من الاطر كتاخذ بيد المتنمر باردون بيد الضحيه اللي كتخليها تعاود تلقى الثقه في نفسها وتكون محميه. وعندنا واحد الفئه واحده اخرى اللي كتعمل مع المتنمرين باش كتخليهم يلقاو واحد الحل تربوي. حنا كنعطيو لا بريوريتي للحل التربوي. العقوبه كاينه ديما، يمكن نعاقبو قصاش ما بغينا. حنا اللي كيهمنا هي هاد الوليدات هاد التلمذات يزيدوا لقدام، يفهموا بانه طاحوا في واحد المشكل يمكن يلقاو الحل وماشي ما يزيدوش يغرقوا. اذا كيجي واحد المسؤول من هاد الناس اللي مكونين كيمد لهم يديهم باش كيعطيهم واحد المساعده اللي كتخلي كل واحد فيهم يخرج راسه عالي بلا ما يكون نوصلوا للعقوبه. وعاود حنا ملي كنعالجوا التلامذة يعاود يعيشوا مع بعضياتهم، كيبقاو حنا السنة الأولى ديال الكوليج وتيبقاو حتى لا تيرمينال مع بعضياتهم مع حتى الباك. إذا هذا هو الهدف، ماشي طحت واحد العائلة في هذا الفخ كنقبضوا نرحلوا نبدلوا المدرسة ونغيروا المدرسة ونغيروا المجتمع ونغيروا الحومة باش داك الوليد يلقى الراحة وبعد النوبات ما كيلقاهاش لأن عاود كيطيح في واحد الفخ واحد آخر. حنا اللي كيهمنا هي التلميذ يبقى في مدرسته، يبقى في الهدوء ديالو، يبقى في فرحته ويكمل التدرس ديالو. وزارة التربية المغربية راها خدات هاد المسألة بجدية وعملت واحد البروغرام بيلوت، بروجي بيلوت اللي عملناه في بزاف في ثلاثة ديال المدارس في الليسي وعاد كاين في الكوليج. راحنا غاديين دقة بدقة لأن واحد المشروع كبير باش ان شاء الله غادي نعملوا له ليفالواسيون هذا لو بروجي وغنعموه على جميع المدارس لان كل مدرسه خاصها تكون عندها واحد الخلايا اللي غادي تحل هذا المشكل باش التلميذ اللي كيكون مشى ضحيه في هذا المشكل طاح في هذا الفخ سواء الضحيه ولا اللي كيتنمر حتى هو واحد الفخ تيقيس وليداتنا. خصنا حنا نساعدوا ذوك الوليدات يخرجوا كلهم راسهم عالي بواحد الحل تربوي اللي هو كيساعدهم يزيدوا لقدام. كنشكر كل واحد فيكم لان كنعرف العمل هذا العمل كتعملوه فوق العمل ديالكم واذا بور موا سي بريسيو دونك جو فو رومارسي اي جو فو دي ا لا بروشين سيونس.